وليده سيفطت نتسخر في بلاصه ما نمشي سمرت ولا الباب سمعت الهضره اللي قال لي. هذا الفيلم اليوم بغيت ديال الافتتاح ديالو مورا 20 عام باش الناس ما ينسعوش على هاد الاطفال، على قاش بزاف ديال المشاكل ولاو في العالم اللي كنعيشوا اليوم بزاف ديال المشاكل جداد يمكن اللي خلاو هادوك الاطفال شويه في لوبلي. كاين شي دراري مثلا اللي مثلوا في الفيلم بعد من دراري اللي هما لاباس اليوم غتشوف اليوم هشام موسون اللي هو البطل في الفيلم، كلهم تقريبا جوجو، كلهم عندهم واحد ولا جوج ديال الوليدات، ماشي كلهم، كاين علي زوا مثلا خدام في الفيلم الجديد ديالي على كنجار على قشوة نجار، ولكن كويتا وعمر مثلا اللي كيمثلوا الادوار ديال كويتا وعمر، هما مازال عندهم مشاكل كيمشيو للحبس كيخرجوا كي عندهم فتين شي مجموعه ديال المشاكل اللي مدابزين وهذاك الشيء كلشي اللي كيخليني عاوتاني انا نفكر ونقول الا نقدروا نعاونوهم بالربح ديال هذا الخروج مزيان. داك الشيء علاش غيكونوا 50% غيمشيو لجمعيات بيتي و 50% غيمشيو للاطفال ابطال ديال الربعات ابطال ديال الفيلم. فكرة زوينة ديال أننا نعاودوا الفيلم ديال علي زوا ونعاودوا نبينوا الواقع المغربي اللي كيعيشوا الأطفال اللي في الزنقة وكيفاش كيعيشوا وكيفاش الأحوال اللي كيمروا بها. كنحاولوا أننا نعاودوا نديروا لا ديفيزيون ديال علي زوا في السينمات المغربية باش الناس يحنوا في هذوك الوليدات اللي في الزنقة اللي ما حنوش فيهم والديهم ولا اللي سمحوا فيهم ولا اللي كنقولوا هما جاوا عن طريق علاقات غير شرعيه او لا باهم ما عندوش باش يوكلوا لحو الزنقه ولا بزاف ديال الحوايج من خلال ليستواغ ديال علي زوا هي اللي غيمكن نعرفوا كيفاش كيعيشوا هذوك الوليدات الزنقه. بيان سور الزوجه ديالي راهي كيف ما كتشوفوها هذيك الزوجه ديالي، انا مجوج عندي جوج بنيجات دونك والحمد لله عندي اسره غراس عيوش غراس كيف ما كنقولوا التجربه ديالي من خلال ديال علي زوا وانا حاولت نزيد القدام ونقد راسي باش ندير واحد الاسره اليوم ونتكلف بها ويكونوا عندي جوج وليدات بزاف ديال الامور. الحمد لله كيف ما كنقول ديما مبادره جيده اللي تهمنا احنا كجمعيه ماشي هما التبرعات ما عندنا حتى فكره على رد الفعل ديال هادشي كله، حنا اللي تهمنا في هادشي كله هو تسليط الضوء على اشكاليه حقيقيه مجتمعيه، تسليط الضوء على اطفال اللي تعيشوا في الشارع واللي محرمين من جميع حقوقهم، واللي بالضروره كمجتمع الا كنا تنامنوا بالتضامن ومقتنعين بان كل واحد منا خصو يدافع على الاطفال ويحمي الاطفال، فبالتالي اطفال الشوارع راهم ولادنا وبناتنا ومن الضروري نديروا شي حاجه. وهذا الشيء علاش تنايدوا بطبيعه الحال اي مبادره اللي غادي تساهم في تسليط الضوء على هذه الظاهره واللي غادي تكون واحد نوع التحسيس لا بالنسبه للمجتمع ولا بالنسبه للسياسيين. فيلم تنعرفوا شتو هذه 20 عام وشتو ماشي مره ولا جوج ولا ثلاثه وتنحبوا بزاف. هذا الفيلم خدا جائزات في العالم ككل في المغرب وفي الدول الاجنبيه، واليوم رجع 20 عام بعد لانه الناس كانوا تيوحشوا فيه تيبغيو يرجع، لانه كل كان بزاف ديال الشباب اليوم اللي ما عمرهم شافوا هذا الفيلم هذا واليوم ماشي يشوفوه. اذا وهذا الفيلم هذا تيهضر على واحد المشكل ديال في المغرب اللي مهم ديال الاطفال المتشردين. اذا اللي مشى رجع دابا ماشي الناس يخموا اكثر ان شاء الله يمكن يساعد باش يتبعوا حلول لهذ الاطفال هذا.